يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل ليس عنده بر، رجل ليس عنده بر فأعطيته 20 عنده إيش؟ بر، طحين بر، بر نعم. يقول فأعطيته 20 كيلو من البر بشرط أن يردها علي بعد شهرين، فهل يدخل هذا في ربا النسيئة؟ لا، ما دام ما شرط عليه زيادة، إنما شرط عليه أنه يردها بعد شهرين، القرض لا يؤجل، القرض حال ولو أجله، لكن إذا قال بعد شهرين وتراضى على هذا ما حال، لا بس، هذا من باب الوعد، من باب الوعد، إذا رضي المقرض هذا من باب الوعد، نعم.